دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان مقاربات الأدب الفلسطيني في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الفنون بالمجلس. النهاردة تفتتح وزارة التموين بالتعاون مع محافظة الجيزة معرض أهلاً رمضان بمنطقة الطلبية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، وتم الحرص على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. النهاردة هتنظم مديرية العمل في المنيا 3 دورات تدريبية على التفصيل والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية، وده لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. النهاردة تنطلق منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات، إمبي وسموحة الساعة 4 العصر على استاد بتروسبورت، والبنك الأهلي وزاد اف سي في نفس الميعاد على استاد القاهرة الدولي، وبيراميدز والاتحاد السكندري الساعة 7 مساء على استاد الدفاع الجوي.